عاملين ايه؟ هنشتغل النهارده ان شاء الله على الحث المتبادل. الحث المتبادل ما فرقتش كتير عن الحث الكهرومغناطيسي اللي هو الدرس الاول. كل حكايه ان انا بدل ما كان عندي مغناطيس بقربه او ابعده، انا هستبدل المغناطيس ده بملف. طيب تعال نقارن ونشوف ان مفيش فرق فعلا بين الحالتين. انا كان عندي في الاول مغناطيس بالمنظر ده كده، جزء شمالي وجنوبي، كنت بقربه من ملف بالمنظر ده كده، وكان فيه هنا جلفانو. فسواء بنقرب او بنبعد، فالجلفانو ده كان مرة بيروح في اتجاه والمرة التانية بيروح في الاتجاه الايه؟ المضاد. طيب انا هنا عملت ايه؟ انا قلت بدل ما يبقى عندي مغناطيس اقعد اقرب فيه او ابعد عنه او ابعده يعني، فانا قلت خلاص انا هستبدل المغناطيس ده بملف تاني. طب انا مش عارف ان انا الملف بتاعي لو انا مشيت فيه تيار ملف بالمنظر ده، بس هنا بدل ما في جلفانو لا انا حطيت بطارية ومفتاح. وانا مش لما نقفل المفتاح معنى كده ان في تيار هيمشي في الملف؟ طيب تيار ماشي في ملف الاغلبي، المفروض ان هو هيعمل ايه؟ هيعمل فيض. فانا بالنسبة لي كان عندي هنا الفيض بتاعي او الفاي ام جاي جاهز من الايه؟ من المغناطيس. اما هنا الفاي ام او الفيض بتاعي بقيت انا متحكم فيه، يعني انا بالنسبة لي هنا الفيض ثابت ان هو المغناطيس، قدرة المغناطيس بالنسبة لي. انما هنا الملف بتاعي انا بقدر اتحكم في الفيض بتاعه عن طريق الايه؟ التيار، لان انا عارف ان البي بتاع الملف اللولبي بيساوي ميو في ان في اي على ايه؟ على ال. فانا المره دي بقدر اتحكم في الايه؟ في الان، عدد اللفات ديت بقدر اتحكم فيها، بقدر اتحكم في الاي، بقدر اتحكم كمان في الطول. فانا بالنسبه لي البي دلوقتي انا اقدر ايه؟ اغيرها. فانا بالتالي الفاي ام بتاعتي قدرت ايه؟ اتحكم فيها. فانا الفرق بالنسبه لي ما بين الحث العادي اللي هو بالمغناطيس والحث المتبادل هو ان انا نبدا نتحكم في الفيض اللي طالع من ايه؟ من الملف عندي. بمعنى اصح ان انا عايز فيض محدد، فانا بروح اجيبه من الايه؟ من الملف. طيب ايه اللي بيحصل عندي؟ انا عندي ده الملف الاول اللي بيبقى فيه البطاريه، بنقول عليه ان ده ملف ابتدائي. ليه ابتدائي؟ لان انا بغير فيه اللي هو بنسميه رقم ايه؟ رقم واحد. تمام. وعندي ملف تاني جنبه بنسميه ملف ايه؟ ثانوي. مفرقش كتير، بس كل الحكايه بقى عندي هنا ايه؟ جلفانو. ده بالنسبه لي بيكون ملف ايه؟ ثانوي، واللي هو بيمثل لي ملف رقم كام؟ رقم اتنين. طيب ايه اللي بيحصل؟ كل الحكايه ان انا جاي قافل المفتاح. طيب لما نقفل المفتاح ان المفروض التيار بتاعي هيمشي، هنسميه تيار اي ايه؟ اي واحد، لان هو تبع الملف رقم كام؟ رقم واحد. طيب التيار ده المفروض ان هو بيزيد، او بمعنى صح بيمشي في الدايره اول ما اقفل المفتاح، فالمفروض ان هو هيمشي في الاتجاه ده. طيب نيجي نبص هنا، هو كان الاول التيار ده موجود؟ لا ما كانش موجود. يعني الملف ده كان بيطلع فاي ام؟ لا ما كانش بيطلع فاي ام. طب لما جيت قفلت المفتاح معنى كده ان انا جبت فيض ما كانش ايه؟ ما كانش موجود. معنى كده ان انا زودت الفيض فجأة، فالملف اللي هنا ده هيلاقي ان الفيض زاد مره واحده، فهو طبعا قاعد في حاله، كان قاعد مفيش فيض خالص. فلما يلاقي الفيض بتاعي زاد هيعمل ايه؟ هيحاول ايه؟ يقلله او يحاول يعكسه. كنا بنيجي هنا نشوفه اتجاه الفيض، المفروض ان انا التيار بتاعي طالع من فوق او من فوق لتحت او من قدام، بمعنى اصح من قدام لورا. فالمفروض ان انا عندي هنا القطب ده بيبقى شمالي والقطب ده بيبقى ايه؟ جنوبي، عن طريق تطبيق قاعده امبير لليد الايه؟ اليمنى. التيار طالع لفوق اهو، فالابهام بتاعي بيشير لاتجاه المجال، فالمجال خارج من هنا، فالمجال بيخرج من الشمالي وبيدخل للايه؟ للجنوبي. طيب ده هيعكسه ازاي؟ الفيض بيزيد، فلازم ده يعمل ايه؟ يخليه برضو ايه؟ شمالي زيه عشان يعكسه. فبالنسبه لي ده هيبقى جزء شمالي وده هيبقى جزء ايه؟ جنوبي. فهتلاقي ان التيار بتاعي اتحرك في الاتجاه ده اللي هو جاي من ايه؟ جاي كده اللي هو العكس، وهنا طالع لفوق، يبقى هنا التيار غصب عني لازم يكون نازل لايه؟ نازل لتحت. تمام. فبالنسبه لي كل الفكره هنا ان انا بنشوف ايه التغيير اللي حصل وبعكسه. طب انا بالنسبه لي لو كنت هنا فتحت المفتاح ده، طب ما انا كده الفيض بتاعي كان موجود وخلاص، ده الملف الثانوي بتاعي يتعود ان هو موجود. طيب الفيض بتاعي هيروح. طيب هتروح ليه؟ انت المفروض كنت قاعد معايا وموجود معايا دلوقتي، هتروح مني؟ لا، انا هنحاول نخليك زي ما انت. طب هحاول اخليك زي ما انت ازاي؟ هحاول اساعدك. يعني ايه اساعدك؟ هعمل فيض في اتجاهك، بدل ما هنا كان شمالي وبيعاكس ده، لا هنا هيبقى ايه؟ هيبقى جنوبي، وبالمثل هتبقى الناحية التانية ديت هنا ايه؟
شمال، فتلاقي ان اتجاه التيار بتاعت ايه اتعكس بقى الايه بقى لفوق زي التيار ايه في الملف الاولاني. طيب دي كده فكرة الحث الايه المتبادل بايه ببساطة. كل الحكاية ان انا بغير في واحد التاني بيتأثر ايه بيتأثر بيه. فانا بالنسبة لي الملف الابتدائي ده الملف اللي انا بتحكم فيه في الفريق سواء زيادة او نقصان. طيب زودت او نقصت هنا ده يتأثر، يبقى انا بزود في الاول او انقص في الاول في الفيض او التيار، التاني يتأثر ايه يتأثر بيه. فانا كل الحكاية بنشوف التاني بيتأثر نتيجة تغير التيار في الملف الايه الاول، هو ده الحث الايه المتبادل. طيب انا هنا عملت حالتين، ايه هما الحالتين دول؟ قلت مرة ان انا هعكسه لما الفيض كان بي ايه كان بيزيد، ومرة كنت بساعده لما الفيض كان بي ايه كان بيقل. فانا بالنسبة لي هنا عندي نوعين من الـ EMF، واحدة بتساعد واحدة بتعاكس. طيب مين اللي بتساعد ومين اللي بتعاكس؟ اللي بتساعد بنقول عليها قوة دفعة كهربية اللي هي الـ EMF بتكون طردية، ديت اللي بتساعد الفيض بتاعي او بتحاول تزوده. وعندي واحدة تانية قوة دفعة كهربية بس المرة دي ايه عكسية، ودي بتحاول تقلل الفيض بتاعي. يبقى انا بالنسبة لي الطردية دي بتحاول تزود، طب هتزود امتى؟ لما الفيض بتاعي يبدأ ايه يقل. طيب وهنا العكسية بتحاول تقلل، يبقى هتحصل امتى؟ لما الفيض بتاع الملف الاول يبدأ ايه يزيد. يبقى انا ديت بتحصل امتى؟ بتحصل لما الفاي ام يبدأ ايه يقل، بس بتاعت ان واحد الملف الاول ولا التاني؟ لا التغير بيحصل عندي في الملف الايه الاول، يبقى الفاي ام واحد ده لازم ايه لازم يقل. طب هنا لازم الفاي ام او الفيض بتاعي يبدا ايه يزيد بس برضه الفاي ام ايه واحد. يبقى انا عندي هنا نوعين من القوه الدفع الايه الكهربيه المستحثه، يا اما طرديه يا اما ايه عكسيه. فانا بالنسبه لي الطرديه بتيجي لما الفيض بتاعي يبدا ايه يقل، اما العكسيه بتبدا لما الفيض او بتيجي يعني لما الفيض بتاعي يبدا ايه يزيد. طيب تيجي نشوف انا هنا هنقدر نقلل الفيض ازاي. هو انا بالنسبه لي هنا مش ممكن اقلل الفيض عن طريق ان انا نقلل التيار، يعني التيار بتاعي ايه يقل. طب هنا انا المفروض ان انا ازود الايه ازود التيار صح، هنا عايز اقلل الفاي ام، وانا مش فاكر ان انا كان عندي قانون كده بيقول لي ان الفاي ام بيساوي البي في الايه صح. طيب انا بالنسبه لي البي في الايه البي بتاعتي، هو انا مش ممكن البي ديت اغيرها بتغيير المسافه يعني ايه؟ يعني انا بالنسبه لي كنت انا فاكر في التيار بتاعي لما يمشي في سلك كان بيعمل لي مجال، كنت كل ما ببعد المجال بتاعي الدائريه بتاعتي بتايه بتقل، كان المجال بتاعي بيضعف بمعنى اصح. فهنا نفس الفكره ان الملف ده برضو المفروض ان انا كل ما ببعد بتلاقي ان الايه المجال بتاعي بياخد دائري ما بيبقاش مستقيم بالمنظر ده. فنفس الفكره هنا ان انا كل ما ببعد الفيض بتاعي بيبدا ايه يقل، ان انا الفيض بتاعي عشان يجي من هنا يروح للملف، طب لو بعدت شويه يعني انا بالنسبه لي لو في ملف هنا وملف التاني هنا هيبقى زيه لما يكون الملف التاني في الناحيه دي؟ لا، كل ما اقرب كل ما الفيض بتاعي ايه بيزيد. يبقى انا هنا ممكن اعمل ابعاد الملفين عن بعض، ان انا نبعد الملفين عن بعض معنى كده ان انا الفيض بتاعي بيبدا ايه كثافته تقل، فمعنى ان الكثافه تقل معنى ان الفاي ام بتاعي ايه يقل. طيب هنا دي رقم واحد. طيب رقم اتنين هنا ان انا نعمل ايه تقريب الايه الملفين من بعض، الملف الابتدائي والملف الثانوي نقربهم من ايه من بعض. تالت حاجه ان انا نعمل ايه هنا او هنا، هنا انا عايز اقلل التيار، طب انا مش ممكن اقلل التيار لما اجي افتح المفتاح صح، يبقى انا من هنا فتح الايه فتح المفتاح. طيب رقم ثلاثة هنا العكس بقى على طول، هو غلق الايه المفتاح، يبقى انا هنا غلق المفتاح كي او هنا فتح المفتاح ايه كي اللي هو المفتاح اللي كان هنا ده. فانا لو قفلت المفتاح التيار هي ايه هيزيد، فهيبقى عندي ام اف ايه عكسية. اما بالنسبة لي لو فتحت المفتاح فالتيار هيقل فالفاي ام هيقل، فبالنسبة لي هتبقى عندي قوة دفع ايه طردية. طيب يجي هنا يقول لك انا مش شرط يبقى عندي تيار، انا ممكن نحط مقاومة ولو زودت المقاومة التيار ايه يقل، قانون اوم العادي اللي انا عارفه. طب ما هنا نفس الفكره برضه، انا عايز التيار يزيد يبقى انا نعمل ايه في المقاومه بتاعه السلك اقللها. يبقى انا عندي دلوقتي نوعين من الايه
من الـ EMF بتاعتي، إما طردية يا إما إيه عكس إيه، الطردية بتاعتي بتيجي نتيجة إن الفاي إم أو الفيد بتاعي اللي جايلي بيقل، أما العكسية بتيجي لما الفاي إم إيه يزيد. دول النوعين من الـ إيه من الـ EMF، وده اللي المفروض بيحصل في الحث الإيه المتبادل. تعال نشوفه القانون اللي إحنا هنبدأ نشتغل إيه نشتغل بيه. القانون اللي احنا بنشتغل بيه، احنا قلنا ان انا عندي ملف ابتدائي وملف ثانوي، صح؟ طيب انا بغير في مين ومين اللي بيتأثر؟ انا المفروض ان انا بغير في الابتدائي، فالثانوي هو اللي ايه يتأثر. فانا دلوقتي كان عندي الملفين بالمنظر ده، عندي هنا الملف الابتدائي ده اللي فيه البطارية وفيه المفتاح، عندي هنا الملف الثانوي ده اللي فيه الايه اللي فيه الجلفاب. طيب انا المفروض بغير هنا، سواء بفتح المفتاح او اقفله، يعني ازود التيار او اقلله، او ازود الفيض او اقلله يعني، فده اللي بيت ايه بيتاثر. كنا قلنا ان الملف ده بنسميه رقم كاء رقم واحد، والملف ده بنسميه رقم كاء رقم اتنين. فانا المفروض باثر بغير في ده، ده يت ايه يتاثر. طيب انا هنا بغير التيار، يعني انا الاي واحد بتاعي بيت ايه بيتغير. نتيجة للتغير بتاع التيار اي واحد ده بيحصل هنا ايه EMF، سواء طردية او عكسية، كنا لسه شرحنا من شوية. فانا دلوقتي الاي ام اف المتولدة ديت بتبقى عند مين؟ بتبقى عند الملف الايه التاني، يعني انا بغير في الاول، التاني هو اللي ايه يتأثر. طيب فالاي ام اف 2 دي هتساوي ايه؟ لقوا ان هي بتتناسب مع معدل تغير الايه التيار، المعدل الزمني للتغير التيار بس بتاعت ايه الملف الاول، لقى ان هي بتساوي ايه سالب، ودي طبعا اشاره نتيجه لقاعده لينز ان انا لازم اعاكس، لو الفيد بيزيد يبقى عكسيه، لو الفيد بيقل يبقى ام اف ايه طرديه. طلعت ان هي بتساوي سالب ام دلتا اي واحد على دلتا ايه على دلتا تي. طيب تعال نفصص القانون ده شويه كده. الاي ام اف 2 ديت هي عباره عن الايه القوه الدفعه الكهربيه المستحثه المتولده في الملف الايه التاني اللي هو الملف الثانوي. طيب الدلتا اي واحد على الدلتا تي دي هي عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن معدل تغير التيار، بس فين بقى؟ في الملف الايه؟ في الملف واحد اللي هو الملف الابتدائي التالي. طيب ايه الام ديت؟ الام ديت هي معامل الحث الايه المتبادل. ايه هو معامل الحث المتبادل ده؟ ده الحاجة اللي بتعرفني او بتعرف لي القوة بتاعت الحس. يعني ايه؟ يعني بمعنى اصح نشوف الاي ام اف اللي هتتولد في التاني ديت كبيرة ولا صغيرة، عايز اعرف هي إيه، هتبقى عالية ولا هتبقى واطية، او بمعنى اصح قليلة، هتبقى كبيرة ولا هتبقى صغيرة، ده اللي انا عايز اعرفه. فايه اللي بيعرف لي انها هتبقى كبيرة او صغيرة؟ هو ايه؟ معامل الحس الايه المتبادل. فمعامل الحس المتبادل دي حاجة بتعرفني اذا كانت الحاجة كبيرة ولا صغيرة. يعني لو المعامل الحس المتبادل ده رقم كبير، فبالنسبة لي انا لما اضرب حاجة في رقم كبير فالمفروض ان الاي ام اف بتاعتي ديت هتبقى عالية. طب لو ده قليل، مهما كانت ده كبير، فبرضه هنلاقي ان الايه الاي ام اف بتاعتي قليله نتيجه ان ده ايه قليل. فانا الفكره عندي ان معامل الحث المتبادل ده اللي بيفهمني او بيعرف لي او بيديني يعني هنت او بيديني دلاله عن الاي ام اف 2 دي هيبقى شكلها عامل ايه عامل ازاي. طيب الاي ام اف 2 دي وحدتها الايه الاي ام اف فرق جهد، يبقى وحدتها الفولت. تمام. طيب تيجي من هنا كده نجيبه معامل الحس المتبادل ده في طرف لوحده، تعال نجيبه. الام من هنا هتساوي ايه؟ المفروض ده على ده اي ام اف 2 على دلتا اي 1 على دلتا تي، فهتلاقي الدلتا تي طلعت ايه طلعت فوق. وهنا بقى هنجيبها ايه بخط ايه منقط كده، نقول ان انا كان في دلتا تي هنا في المقام فعشان كده طلعت ايه طلعت فوق. طيب عايز نجيب وحدة معامل الحس المتبادل. الوحدة بتاعته هي وحدة مرة واحدة كده اللي هي هنري، رمزها رمز الايه ال H. طيب تيجي نشوفوها هي بتكافئ ايه. ال EMF 2 دي وحدتها وحدة الايه الفولت. طب الدلتا تي ده زمن يبقى ايه ثانية، دلتا اي واحد ده تيار يبقى ايه على امبير. طب تيجي نبص هنا كده
هنلاقي ان انا عندي فولت في ثانيه على امبير. طب ما في فولت على امبير، ده اللي هو يديني الايه، يديني الاوم. يبقى انا عندي هنا اوم في ايه، في ثانيه. طيب فاكرين حاجه كده؟ كان عندي ايه؟ كان عندي في الفصل الثاني القانون بتاعي، او مش الفصل الثاني، في بدايه الدرس، اللي هو الاي ام اف بتاعتي بتساوي ايه في بدايه الفصل الثالث، معلش، الاي ام اف بتاعتي بتساوي ان دلتا فاي ام على دلتا ايه، على دلتا تي. طيب فاكرين كده الدلتا فاي ام لو عملنا مقص هتساوي ايه؟ مش هنا هتساوي ده في ده على الان، يعني الاي ام اف في الدلتا تي على الايه، على الان. وحدتها كانت الايه، الوبر. كانت بتكافئ ايه بقى من هنا؟ اي ام اف اللي هي الايه، الفولت. الدلتا تي اللي هي الايه، الثانيه. الان عدد لفات ملهاش ايه، واحده. يعني الفولت في ثانيه كان بيكافئ الايه، الويبر. يبقى انا من هنا ممكن اشيل الفولت في ثانيه دي واحط مكانها الايه، الويبر. يبقى دي برضو بتكافئ ويبر على امبير، تمام. يبقى الفولت في ثانيه شلناها وحطينا مكانها الايه، الويبر. طب الفصل الثاني بقى، اول حاجه فيه كان عندي ان الفاي ام بتساوي البي في الايه. طب مش الفاي ام دي كانت وحدتها الويبر، كانت بتكافئ ايه، تسلا في متر ايه، تربيع. يبقى انا من هنا ممكن برضو اشيلها واقول ان هي عباره عن تسلا في متر تربيع على ايه، على امبير، تمام. يبقى انا بالنسبه لي من هنا جبت خمس وحدات لمعامل الحث الايه، المتبادل. يبقى انا بالنسبه لي الحاجه ديت او الوحده بتاعت معامل الحث المتبادل دي وحده مهمه. ليه؟ لان انا ممكن اربطها بكذا حاجه وكلهم ممكن انساهم. فبالنسبه لي الخمس حاجات دول لازم تكون واخد بالك منهم كويس جدا، علشان ممكن تلاقي واحده منهم في الامتحان. طيب يبقى انا بالنسبه لي معامل الحث المتبادل وحداته هنري، فولت في ثانيه على امبير، او اوم في ثانيه، او ويبر على امبير، او تسلا في متر تربيع على الايه، على الامبير. طيب من هنا انا عايز نجيب تعريفين، وبعد كده هنجيب قانون، وده لكل حاجه هتبقى تبع الحث الايه، المتبادل. التعريفين هم عباره عن ايه؟ تعريف معامل الحث المتبادل هو عباره عن ايه؟ وانا مش ممكن اقول ان انا عندي الام بتساوي الاي ام اف لما الدلتا اي على الدلتا تي كلها كده بتساوي واحد. طب ما تيجي نقولها كده. هو مش عباره ان معامل الحث المتبادل، ممكن نقول هو عباره عن ايه، القوه الدفعه الكهربيه المستحث المتولده فين بقى، في الملف الايه، التاني. امتى؟ اذا تغير الايه، التيار في الملف الايه الاول بمعدل ك واحد امبير لكل ايه، ثانية. يبقى انا الام بتاعتي بتساوي الاي ام اف 2 لما الدلتا اي 1 على الدلتا تي بتساوي كام؟ بتساوي 1. يبقى هو عبارة عن، تاني، هو عبارة عن القوة الدافعة الايه، المستحثة، المتولدة فين؟ في الملف الايه، التاني، نتيجة تغير التيار في الملف الاول بمعدل ك 1 امبير لكل ايه، لكل ثانية. طيب ده تعريف الايه، معامل الحث المتبادل. طب تيجي نعرف الهنري. الهنري ده وحدة، واتفقنا اي واحده في المنهج علشان نعرفها لازم نقول اول كلمه فيها الكميه اللي بتعرفها لي. طب الهنري بيعرف لي ايه؟ بيعرف لي معامل الحث المتبادل. يبقى هو ده الهنري بيساوي ده امتى؟ لما كل اللي في النص دول بواحد. طب تعالى نقولها، نشوف هنقولها ازاي. انا عندي الهنري هو عباره عن ايه، هو معامل الحث المتبادل. طب ده بيحصل امتى؟ بيقول لي اذا تغير التيار في الملف الايه، ده رقم كام؟ ده رقم واحد. اذا تغير التيار في الملف الاول بمعدل ك واحد امبير على الايه، على الثانية، ايه اللي هيحصل؟ تولد في الملف الايه، التاني، اي ام اف او قوة دفع كهربية مستحثة قدرها ك واحد ايه، واحد فولت. يبقى تاني اخر مرة، الهنري بتاعي هو عبارة عن ايه، هو عبارة عن معامل الحث الايه، المتبادل. الحاجة اللي هو بيعرفها لي او الكمية بتاعته، الحث المتبادل او معامل الحث الايه، المتبادل، بيحصل امتى ده او بيجي منين؟ نتيجة اذا تغير التيار في الملف الايه، الاول بمعدل واحد امبير لكل ثانية، ايه اللي بيحصل بقى؟ يتولد في الملف الايه، التاني، هنا رقم اتنين اهو، اي ام اف او قوة دفع كهربية مستحثة قدرها ك واحد ايه، واحد فولت. يبقى ده بالنسبة لي تعريف معامل حث وتعريف الايه، الهنري. طيب اخر حاجة عندي هو قانون بسيط جدا 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 يعني، وهتلاقي استنتاجه سهل جدا. طيب ايه هو القانون ده؟ قال لي هو القانون بتاعي هو القانون ده، بس قال لي فيه اختلاف صغير. قال لي ايه هو الاختلاف ده؟ قال لي ان انا بالنسبه لي مش شرط يديني في المساله دلتا تي. طب وبعدين يعني، ما انا القانون لازم يكون فيه دلتا تي علشان نبدا نحل.
قال لك لا هنعوضه بقانون تاني. ازاي؟ تعال نشوف ازاي. انا عندي الاي ام اف بتاعتي بس في الملف الايه التاني بتساوي ام او سالب ام دلتا اي واحد على الدلتا ايه على الدلتا تي. طب انا المره دي بنقول ان انا مش هيبقى عندي زمن، يعني الدلتا تي مش هتبقى ايه، مش هتبقى موجوده. طيب هيحصل ازاي ده؟ تعال انا هقول لك هيحصل ازاي. وانا مش فاكر ان الاي ام اف من قانون فاراداي بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي، صح؟ طب تيجي نعوض بالقانون ده. طيب الاي ام اف 2 هي كل ده بس بدلاله الايه التاني، يعني ان ايه او سالب ان ايه 2 دلتا فاي ام ايه 2 على دلتا ايه تي هتساوي سالب ام دلتا اي واحد على دلتا ايه تي. تيجي تقول لي طيب انا عندي هنا الدلتا تي دي، هل بتساوي الدلتا تي دي؟ هقول لك اه. طب ليه؟ ما انا بالنسبه لي التيار لما يتغير في زمن معين المفروض في الزمن ده الاي ام اف بتاعتي هتتولد، فالاي ام اف ديت مرتبطه بالزمن بتاع تغير الايه التيار. جميل. فانا بالنسبه لي الدلتا تي ديت هياها الدلتا تي دي، فالاتنين هيروحوا مع ايه مع بعض. هنلاقي هنا اشاره سالب هتروح مع اشاره ايه سالب، فهيتفضل لي ايه ان انا عندي الام دلتا اي واحد بتساوي ان 2 في دلتا فاي ام ايه فاي ام 2، والقانون ده بيتنسى. القانون ده بيت ايه بيتنسى، بس استنتاجه خطوه وما هو صعب، بس القانون ده بيتنسى. يجي في المساله يقول لي اداني كل حاجه وما ادانيش الزمن ومش عارف اعوض ليه، لان انا لازم اروح للقانون ده. فبالنسبه لي القانون ده قانون ايه مهم، وده بيحصل عندي امتى؟ عند حاله عدم اعطاء الايه الزمن. يبقى حالة عدم إعطاء الزمن بيحصل عندها القانون إيه؟ القانون ده لازم أعوض فيه. طيب آخر حاجة، حاجة صغيرة جدا ومش هتكلم فيها دلوقتي، هتكلم فيها بعدين برضو، هي عوامل اللي بتتوقف عليها أو اللي بيتوقف عليها معامل الحث المتبادل. عندي أربع عوامل. إيه هما الأربعة دول؟ أول حاجة الميو. هو أنا مش الميو ده معامل نفاذية؟ طب إيه علاقته بالإم؟ طب وانا مش بالنسبه لي الميو ده مش هيزود لي الفيت، يعني بيزود لي الفاي ام. طب مش لما يزود لي الفاي ام بيزود لي الاي ام اف، فانا الاي ام اف 2 بتاعتي دلوقتي بت ايه بتزيد، فبالنسبه لي الام ده لازم برضو ايه يزيد او يقل على حسب الميو. طيب تاني حاجه هي الان عدد اللفات، ما هنا نفس الفكره برضو، ما الان هنا مرتبطه بالاي ام اف، فلو الان اتغيرت الاي ام اف هتتغير، فالام بتاعتي هتتغير. طيب عندي تالت حاجة هو الحجم بتاع الايه الملفين، بمعنى اصح مساحة مقطع الملف وطول الايه وطول الملف. طب وانا مالي ومالهم يا سيدي؟ انا اقول لك تعالى، وانا مش بالنسبة لي الحجم بتاعي او الطول والمساحة ده، انا عندي القانون بتاعي بتاع البي بيساوي ميو ان اي على ال. طب ما ال اهو، طب الايه ايه لازمتها يعني؟ ما انا بالنسبه لي المساحه بتاعتي مرتبطه بالفاي ام، مش الفاي ام بيساوي البي في الايه. طب ما انا لو غيرت المساحه بتاعتي اللي انا بقطعها، فبالنسبه لي الفاي ام هو كمان ايه هيتغير. فانا بالنسبه لي كل حاجه بنقولها هي مرتبطه بالفاي ام، مرتبطه بالاي ام ايه بالاي ام اف. اخر حاجه رقم أربعة هي المسافه بين الايه بين الملفين، ودي احنا قلناها في الاول ان انا كل ما بقرب كل ما الفيت بتاعي بيزيد، وكل ما ببعد كل ما الفيت بتاعي ما بي ايه ما بيقل. العوامل ديت حبان لما نيجي نتكلم على معامل الحث الذاتي اللي هو ان شاء الله الفيديو الجاي. القوانين ديت او قصدي العوامل ديت حبان عندي في القانون، القانون اللي انا هنجيب منه قيمه معامل الحث ايه الايه الذاتي. فبالنسبه لي دول لحد دلوقتي حاول تبقى فاهمهم، لان انا زي ما قلت لك كل حاجه مرتبطه بالايه بالقانون بتاع الاي ام اف. كل ما الاي ام اف بتزيد كل ما عندي الايه المعامل بتاع الحس بتاعي بيزيد او الايه او العكس. يبقى انا بغير في دول بغير في الاي ام اف، فغيرت الاي ام اف لازم اغير في الايه في الام بتاعي اللي هو معامل الحس الايه المتبادل. ده كده بالنسبه لي كل حاجه سريعا. انا بحاول اسرع الريتم شويه، انت ممكن تزود الايه او تنقص قصدي السرعه بتاعه الفيديو لو حابب يعني ايه تفهم الدنيا واحده واحده كده. وان شاء الله الفيديو يكون خفيف، لان الدرس ده خفيف ما فيهوش اي مشاكل، فبنحاول ان انا ايه ننجز فيه بمعنى اصح. الفيديو الجاي هنتكلم على معامل الحث الذاتي او الحث الذاتي بشكل عام ومعامل الحث الذاتي، وان شاء الله الفيديو اللي بعديه هنبدا نحل المسائل بتاعه